معنا هاتفيا من اسطنبول دكتور جاسم الشمري المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور جاسم. بداية، إقرار البرلمان إذا إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق المحكمة الاتحادية، ماذا يعني ذلك سياسيا؟ نعم، شكرا لكم. أعتقد أن المحكمة الاتحادية، وكما هو عودتنا في مناسبات سابقة، هي التي تحسم الخلاف لصالح من يريدون أن يسيروا الأمور لصالحهم، وبالذات التحالف الوطني الشيعي. سبق لهذه المحكمة أن كان لها موقف غير يعني حيادي في انتخابات عام 2010، واليوم تعود ثانية لتفسر الدستور نصا كما موجود، وقد خالف يعني المحكمة الكثير من المواقف السابقة، ومنها قانون الحشد الشعبي الذي لم يتفق مع الدستور العراقي، وقد غضت الطرف عن هذا الأمر. اليوم نجد أن المحكمة الاتحادية تتكلم بالنص عبر المادة 56 بضرورة أن تجرى الانتخابات، على الرغم من أن الواقع الحالي لا يؤكد وجود أرضية صالحة لهذه الانتخابات. هم يتحدثون، اتحاد القوى وغيرهم تحدثوا عن 2,600,000 مواطن ما زالوا في المخيمات، وهؤلاء لا أدري أين ستذهب أصواتهم وكيف يمكن أن يشاركوا في الانتخابات المزمع إجراؤها في أيار القادم. ما المتوقع؟ أعتقد أن القضية هي قضية سياسية قبل أن تكون قضية انتخابات، ويراد منها تمريرها لصالح أطراف معروفة في الساحة العراقية. ما المتوقع إذن دكتور جاسم من موقف الكتل والقوائم التي كانت تطالب بتأجيل الانتخابات؟ بالأمس السيد أحمد المساري أكد أنهم سمعوا وعودا من رئيس الحكومة بتطبيق 4 فقرات، منها تهيئة الأرضية المناسبة للانتخابات وعودة المهجرين وعدم وجود الميليشيات في المناطق التي لم تكن موجودة فيها قبل حزيران 2014، وغيرها من الوعود التي يراد منها يعني بسط الأمن على هذه المناطق، أقصد هنا المناطق المنكوبة التي عانت من إرهاب الميليشيات بكافة صورها. وبالتالي لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تغير من الواقع الحالي، لذلك لأنه لم يعد هنالك الكثير من الوقت، وهذا الأمر بحاجة ربما إلى أكثر من عام من أجل تهيئة الظروف الموضوعية لهذه الانتخابات. وبالتالي هم أكدوا أنهم ماضون في المشاركة إن حققت الحكومة هذا الأمر، وبالتالي لا أعتقد أن الحكومة ستحقق هذا الأمر، ولا أتوقع في ذات الوقت أنهم ربما لن يشاركوا. أنا أعتقد أن الجميع سيشاركون، وهذا ما نلاحظه في خطاباتهم التي عودتنا في الغالب أنهم يقولون أنهم لن يشتركوا، وفي النهاية هم يشتركون بحجة التخفيف عن الأوضاع المأساوية الموجودة في البلاد. وقد أثبتت العملية السياسية مع الأسف هشاشتها وعدم قدرتها على تغيير الواقع العراقي. بخصوص الناخب، ثمة واقع شعبي محبط، الناخب العراقي الآن محبط ورافض للمشاركة في الانتخابات، ما تأثير ذلك في نتائج الانتخابات والعملية السياسية برمتها؟ يعني لا توجد إحصائية مؤكدة على الرافضين للمشاركة، لكن لا شك أن غالبية المتواجدين في مناطق النزوح، أعتقد أن غالبية هؤلاء لن يشاركوا إن لم تتدخل قوى أخرى من أجل دفعهم للمشاركة. أما بقية المناطق فأعتقد أن هنالك رغبة، ربما لا يمكن تحديد نسبة الذين سيشاركون، لكن أعتقد أن هنالك دفع باتجاه المشاركة بحجة أنهم يحاولون التخفيف من الأضرار الناجمة عن تغول السلاح خارج إطار الدولة. ولا أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون هي عصا موسى القادرة على تغيير الوضع في العراق، ذلك لأننا جربنا هؤلاء، ولا أعتقد أن المجرب يمكن أن يجرب ثانية وثالثة ورابعة، وقد جربناهم أكثر من 10 سنوات ولم يقدموا شيئا يذكر
للعراقيين. شكرا جزيلا لك هاتفيا دكتور جاسم الشمري المحلل السياسي.